اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة الدار البيضاء. بطبيعة الحال في اول ايام الانفتاح ديال السوق الشعبي بعد ما دام الاغلاق ديالو مدة اسبوع العطلة ديال عيد الاضحى المبارك. اليوم الانفتاح والبصلة مازال طلع الثمن، الغلا رجع ثاني 7 دراهم دايرة الكيلوغرام في السوق الشعبي في المدينة القديمة. كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام طبيعة الحال الإقبال كاين اليوم بزاف على الدار بحكم أنه طبيعة الحال اليوم انفتاح ديال السوق اللي دام الإغلاق ديالو مدة تقريبا الأسبوع في العطلة ديال عيد الأضحى المبارك، علما أنه ماشي غير الخضارة اللي فاتحين اليوم تقريبا يعني كاين يعني ولكن الأغلبية فاتحين فتحوا اليوم في الصبيحة هذه صبيحة يوم الخميس. المشكل الكبير انه الأثمنة ديال الخضروات اللي طالعة بعض الشيء في الثمن، كما لاحظتوا معنا البصلة اللي واصلة 7 دراهم كيلوغرام في حين انه كانت كدير 50 ريال قبل العيد. تلاحظوا معنا اليوم مشاهدينا الكرام كيف ما قلت يعني قال الزبناء لمدة أسبوع أنا ما لقاوش يعني فين يتغداو بحكم قال الأسواق يعني كتستعد الناس يعني واخدة عطلة، كاين اللي غامشى لبلادو، كاين اللي تيعيد مع دارهم. بطبيعة الحال الساحة كانت خاوية كما كتلاحظوا معنا مشاهدينا الكرام البصلة اليوم دايرة 7 دراهم الكيلوغرام في حين أنه كانت دايرة 50 ريال قبل عيد الأضحى المبارك. مشاهدينا الكرام هذه هي الأثمنة ديال البصلة اللي واصلة 7 دراهم كيلوغرام البصلة هذه. بطبيعة الحال أما البصلة البيضاء العادية راه واصلة 100 ريال 5 دراهم للكيلوغرام. فمشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية هذا البث المباشر، نكون تمنينا أن وصلنا لكم الثمن ديال البصلة اليوم في أحد الأسواق الشعبية المدينة القديمة. تبقوا على خير.